لابد من عبور هذا الدرج المظلم للوصول إلى مسكن زهرة الجميل في غرفة ضيقة فوق سطح عمارة متهاوية بحي دوار حجة بالرباط. تصارع هذه الأم الشابة بصمت مرض القصور الكلوي المزمن. منذ 10 سنوات توقفت كليتا زهرة عن أداء وظائفهما كما يجب، ومنذ ذاك الحين وصحتها في تدهور مستمر في ظل قصر ذات اليد وارتفاع تكاليف العلاج وازدياد وطأة المرض. في الأول قالوا لي خصك ديري دياليز، ملي كنت أنا متبعة في السويسي ملقيتش باش نبدا. في الأول كنت باقا شوية شادة في راسي، وداروا لي لاباراي، بقيت بيها عامين وهي في يدي ما دارش الدياليز. حتى واحد النهار في الدار تاع حكومة في سطا داوني، داروا لي مرة في السويسي، وليت بديت ديري على برا في كلينيك. تأخر زهرة عن تلقي العلاج أدى إلى إصابتها بمرض فقر الدم، ما ضعف من معاناتها الصحية والنفسية ومن تكاليف علاجها. أنا حتى الدياليز ما كنديروش مزيان، مرتاح، تكون ناقص ليا الدم بزاف، كنسخف، كنجي كنرد في الطريق، كنمشي في الطوبيس، تقيا في الطوبيس، أي مسافة بعدا باش نضرب هنا الفوق للشارع نشد الطوبيس، حتى كنسخف. تيكون ناقص ليا بزاف، ما ناقصش نتمشى، كنزيد شويه بحال هنا الباب وكنوقف كنجلس. الصباح شي 5 المرات اللي جلست في الزنقه باش طلعت للفوق. امل بملامح متعبه ووجه شاحب ونظرات تائهه، تتحسر زهره على ماض قريب كانت تتمتع فيه بكامل قوتها، ماض كانت فيه عماد البيت وسند الزوج وحضن الابناء الدافئ. تلك القى ولدي هادي، ولكن كنحس بهم بانهم تغيروا تا هما مساكن، كانوا عايشين مزيان طيب ليهم، كنت نقف معاهم دابا لا. شي خطرة كاع كيبقاو بالجوع، كنجي مريضة كان حتى انا كنبقى بالجوع، لا ما ما كنبقاش نوقف نطيب ولا شي حاجه. بعدما ألم المرض بزهرة واكتشفت إصابتها بالفشل الكلوي المزمن، لم تجد بدا من اللجوء إلى حصص تصفية الدم المكلفة بعد أن رفض جميع أقاربها التبرع لها بكلية بمن فيهم أشقاؤها السبعة. حيت قلتها ليهم حتى واحد ما جاوبني، مابقوش كاع تيجيو كاع خافوا. أمي مسكينة مرأة كبيرة هي اللي مشات معايا، ماشي 80 عام، بغات تعطيني الكلوة، كاين حين داروا لها التحاليل بدوك الشي قوة عندها الطونسيون تيطلع بزاف. لا شيء يعين زهرة على تحمل لا مبالاة الأقارب وجفاء الزوج سوى زيارات أختها عائشة التي تتردد عليها من حين لآخر لتواسيها وتشد من أزرها. اختي موت موت موت، الله يشافيك اختي، يشافيك بالشوي اختي. تتعاني جهه من المرض وجهه من الماده، ما عندها شيء، وراجع على قد الحال، الحاله ضعيفه تشوفوا ساكنه في الصحه، والله اللي بوحدو اللي تيشوف الحاله ديالها، مره تاكل مره ما تاكلش، مره بعد مره تصيفطي لها تجي عندي في الدار بنتها الصغيره باش نعطيها باش تاكل. تانا على قد الحال، داكشي اللي عندي تنفرقوا انا وهي، ما نخليهاش تقول للصراحه اختي باش ما قسم الله أنا وياه. وإذا كان الزوج المغلوب على أمره غير قادر على تأمين قوت عائلته اليومي، فكيف له أن يؤمن لزهرة مصاريف العلاج؟ أنا كنت من الناس اللي شافوني، شافوا الحالة ديالي، جزاهم الله خير، يعاونوني بالقليل ولا الكثير باش نشري الدم والدواء الغالي ما كنلقى باش نشريه. مش هيت انا نقدر ندير الحصه ديالي بحال الناس اللي معايا في الدياليز، هما عندهم الفلوس باش كيشريو لي باري ديال الدم. بسلامة اختي، الله يجيبك على خير، الله يشافيك. امين اختي، الله يشافيك. لا تغادر زهرة زاوية غرفتها الموحشة إلا للتوجه إلى مركز تصفية الدم سيرا على الأقدام،
مرتين في الأسبوع ترقد بجسدها المنهك فوق هذا السرير لخمس ساعات متواصلة إصرارا منها على التمسك بخيوط الحياة، رغم علمها بأن رحلة علاجها الطويل والمؤلم لن تنتهي بالشفاء، لكنها كفيلة على الأقل بإبعاد شبح الموت عنها ولو إلى حين.